يناير عام 2020 هو تاريخ افتتاح مدرسة العود في الخرطوم، ومعلوم أن مدرسة بيت العود بدأت في القاهرة عام 97-900 و1000 على يد الموسيقار العراقي نصير شمع، ثم انتقل بيت العود إلى أبو ظبي وبغداد وحاليا إلى الخرطوم. بيفتح أحلام وبيحقق أحلام لشباب ولمحبين كثير لآلة العود. هنا في بيت العود الخرطوم احنا بندرس آلة العود وآلة القانون والناي، وبندرس صناعة العود بمواصفات صحيحة وبمواصفات قياسية عالمية ليصبح العود السوداني موجود في كل العالم. مدرسة بيت العود الخرطوم تأتي تحت إشراف الموسيقار العراقي نصير شمع. المنهج المقدم والذي يحصل عليه كل دارس هو منهج خماسي للموسيقى السودانية، وأيضاً منهج مختص بدراسة العود وصناعته، وبالبيت حالياً أكثر من 60 طالب. مما بديت هنا الأساتذة كانوا رائعين صراحة. من البداية تعلمت عن النوتات الموسيقية لأول مرة وأنا يا دوب بادية، وحتى البيئة بتاعت بيت العود نفسها مشجعة لأنه الناس كلها بتعزف ويعني التدريب متخصص. يدرس بيت العود لطلابه مدارس العود العراقية والتركية والمصرية، والجديد في المدرسة بالخرطوم هو إدخال السلم الخماسي أو العزف بخمس نغمات، والغاية منها نشر ثقافة هذه الآلة، لأن هذه الآلة وصلت مرحلة في أول التسعينات إلى نقدر نقول آخر التسعينات بدأت تكون هذه الآلة مجرد شكل مع التخت الشرقي، لأن إحنا كشرقيين نشوف هذه الآلة ونحب نشوفها من ضمن التخت الشرقي بس ما عاد لها وجود، وهذا بدأ يألم كثير من الموسيقيين ومن عازفين آلة العود. فأستاذ نصير هو اللي بادر هذه المبادرة وبدأ بفتح بيت العود حتى يعمل جيش من عازفين العود. من المنتظر أن تنعكس مجهودات بيت العود في الخرطوم على واقع الحياة الموسيقية في السودان من حيث الألحان والتأليف والعزف. عفراء فتح الرحمن، قناة الغد، الخرطوم.